كله يبارك لجوي. جوي عامل حمام، خلاص في الحمام يا جماعة، والحمد لله. ألف ألف مبروك يا حبيب قلبي، أقسم بالله فرحان لك فرحة ولا فرحة عيالي. تعالوا دلوقتي نشرحه مع بعضينا إزاي نفتحوا المساحة للكلب من الحمام لباقي الشقة من غير ما يغلط. هنمسك في إيدينا التريت اللي في إيدينا، ممكن يكون سوسيس أو كبدة أو سجق أو مثلا حتة لانشون، وأنا ده اللي أنا استخدمته مع الكلب. وأول لما ابتدى يطلع ابتديت أرمي له حتة صغيرة على الأرض، بحيث إن الكلب ينشغل في إن هو يبقى بياكل التريت من على الأرض، وما ادلوش اي فرصة ان هو ياخد اي قرار انه يعمل حمام بره. وبعد كده ابتديت ان انا ارميله الموضوع على نطاق اوسع شوية، وبعد كده هو هبتدي ان انا احاول اشتته، ارميله واحدة وراه واحدة قدامه واحدة جنبه. الكلب يبقى كل تفكيره ان هو بيدور على الاكل، ما يدلوش اي فرصة انه يغلط خالص في اي مكان تاني. وهنا كان قاعد بوريله التريت عشان هو في حاجات فلتت منه، وزي ما احنا شفنا كده هو ابتديت ان انا اديله التريت بيجي. فاول لما انا جيت اقرب فهو راح جاي رايح راجع مكانه، عشان عارف ان انا دايما بقول له خليك جوه. الموضوع هنا وقف في ان انت تخلي الكلب مشغول بتفكير ان هو بيتحرك معاك وملازمك وملازق فيك، وما تدلوش اي فرصه، وفي نفس الوقت يكون الكلب بيرجع مكانه، ولما يرجع مكانه يتكافئ. زي ما انتم شايفين كده انا ابتديت بقول للكلب يرجع جوه، بيرجع جوه. بعد كده ابتديت اناديه في نطاق واسع زي ما انتم شايفين اهو يا اختي قاعده بيتنطط شبه الارنبه بودانه. وبعد كده اهوت هيبتدي ان انا هروح اقول له خش جوه، فاول لما بقول له خش جوه هيروح مراجع مكانه، الله اكبر عليه. وبعد كده تقوم ناديه تاني عشان افهمه ان انا ابقى هوجه لك رساله ان انت لما ترجع مكانك يرجع مكانه يعمل صح، وبعد كده ابقى ناديه في نطاق الشقه كلها. الموضوع مش صعب، الموضوع محتاج تركيز، الموضوع مش كيمياء، الموضوع مجرد ان انت تبقى بتركز مع الكلب وبتحطه تحت عينك في الرقابه دايما باستمراريه. اهو زي ما انتم شايفين كان بيفكر يلعب شويه، بعد كده بقى بيرجع مكانه، اديله اوردر يرجع وكفه وهكذا. زي ما انتم شايفين اهو ابتديت احتفل بيه واسقف له واقول له جود بوي. بالله عليكم يا جماعه والله العظيم بديكم خلاصه الموضوع، انا بعمله بضمير زي ما بعمله عندك في البيت انا بعمله لك في الفيديو، فبلاش تكسل وحاول اعمله مع نفسك. تعالى نسمع راي صاحب جوي ايه الاخبار، يلا بينا. استاذ حسين، ايوه، ايه اخبارك؟ الحمد لله. استاذ جوي بقى له قد ايه معانا في موضوع تدريب التويلت؟ اسبوع، ده تاني اسبوع. تمام، ايه اللي تم معاك في الاسبوع ده بقى؟ اتعلم انه يعمل في الحمام. تمام، هل كان في الدنيا كانت وردي وكانت جميله ولا لازم يبقى في غلطات؟ لا كان في غلطات صراحه، بس مش كتير، وبعدين مع الصبر الموضوع بيمشي. يعني كم غلطه مثلا كده؟ غلطتين. طب انت من رايك ان الموضوع ليه علاقه بالنوع والسن، ولا الموضوع بيختلف من كلب للتاني؟ لا كده كده عندك اخته في حته تانية. لا من كلب للتاني. يعني حتى هو عن اخته وكان اسهل شويه، بس لا يختلف يعني. تمام، بس الموضوع سهل، بس الموضوع ما يحتاجش اكتر من رقابه. صح، وصبر يا رب دايما كده الناس يعني تبقى سلسه زيك يعني، والموضوع يبقى واصل لها بشكل خفيف، لان هي المشكله بتبقى عدم صبر بس مش اكتر. بالظبط. شكرا جدا. العفو عليك.